قام النائب العام المستشار حماد الصاوي بمعاينة موقع حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وأكد النائب العام انتهاء النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين، وأشار أيضا إلى عدم ملاحظة إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق. كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحية وتسليمها فورا لذويهم لدفن الجثامين، لافتا إلى أن شهودا بموقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء، فيما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعه.